صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح ما ذكره القاسمي رحمه الله في تفسيره من رجوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوله بنفي المجاز، حيث إنه اقتبس ذلك من بعض كلامه ونقله في تفسيره؟ لا، القاسمي مخطئ في هذا. شيخ الإسلام لم يتراجع، وله كتاب الإيمان، موجود هذا في كتابه، كتاب الإيمان، هو لم يتراجع عن هذا. لكن القاسمي يود أن يتراجع، لأنه يقول بالمجاز ويريد أن يأخذ من كلام الشيخ ما يؤيد مذهبه. نعم.